كيبدا الفيلم ديالنا في غابة عايش فيها بزاف ديال الطيور الملونة، وكان فيهم ببغاء صغير بغي يتعلم يطير بحال صحابه. شوية جات مجموعة ديال الصيادة وصيدوهم كلهم وخداو حتى الببغاء الصغير. وهما في الطريق طاحت من الكاميو واحد الكرتونة، فشافتها واحد البنت، وفاش فتحتها لقات فيها الببغاء الصغير، وحيت كان خايف حاولت تعنقو باش تطمنو وخداتو معاها. دازت الايام والببغاء ديالنا كبر مع البنت ليندا وسماتو بلو، زعما زرق على حساب اللون ديال الريش ديالو. وكنشوفو بلو وهو كيعاونها في اي حاجه في الدار وكيلعب بزاف، اما ليندا كانت دايره طرف من دارها مكتبه كتفتحها كل صباح من بعد ما كتعطيه الفطور ديالو اللي فيه الحليب بالشكلاط والبيسكوي. بلو كيفطر وهو فرحان حيت هذه افضل حياه كان ممكن يعيشها. وهو كيفطر حدا السرجم شاف واحد السيد غريب جاي داخل المكتبه، دخل عرف راسو ليندا، سميتو توليو وهو اختصاصي في علم الطيور وجا من البرازيل على ود بلو حيت هو اخر ذكر من النوع ديالو، وبغى ياخذو للبرازيل حيت لقاو انثى من نفس الفصيله ديالو وبغاو يديروا التزاوج بينهم باش ما تنقرضش الفصيله ديالهم. ليندا خافت بزاف لا تمشي للبرازيل، فخرجات السيد من المكتبه، ولكن شافت بلو مازال ما تعلم يطير وخافت تخليه بوحده، فقررت تمشي معاه للبرازيل، هكا ممكن يتعلم يطير من الطيور اللي غادي يتعاشر معاه. وفعلا شدوا الطريق في الطيارة، وفاش كانوا راكبين في الطوموبيل بلو عجبوا الحال بزاف والمناظر الزوينة اللي شاف. وصلوا للمحمية الطبيعية ديال توليو اللي كانت عامرة طيور نادرة وكلهم كيتجمعوا عليه، وقال ليندا انا بالنسبة ليهم بحال امهم حيت انا اللي ربيتهم، وبدا كيوريها الانواع النادرة من الطيور اللي قدروا يعتقوهم من الصيادة اللي كيقتلوا الكبار ويبيعوا الصغار. وراها واحد الببغاء ابيض كبير في العمر وقال ليها لقيناه شي يومين هادي، ومن تما وهو خايف وكيترعد. فسولات ليندا على الانثى اللي جايين على ودها اللي سميتها جول، فقال ليها راه كاينه في بلاصه مخصصه ليها بوحدها حيت فيها البساله بزاف. وفاش بلو شاف وجه الطبيب المسؤول عليها تخلع حيت وجهه كله مقموش ومضروب، وطلب من ليندا تديه من هنا، ولكن توليو خداه لواحد البيت على شكل غابه. وكان بلو خايف بزاف، شويه حتى بانت ليه جول وتبهر بالجمال ديالها، ولكن في البلاصه هجمت عليه، حاول يعرف على راسه وغير عرفاته امريكاني طارت وخلاته. هو تبع فوراتو البلاصه اللي كتحاول تهرب منها، فقال ليها ما كاين لاش نهرب انا. توليو خدم ليهم الاغاني الرومانسيه وخرج هو وليندا من غرفه المراقبه، ومع كانت خايفه بزاف عليه طمنها وقال ليها كاين حارس اللي غادي يرد البال. وغير مشاو الحارس سمع شي صداع في بيت الطيور، فاش فتح لقى هذاك الببغاء الابيض الكبير مريض، حاول يطبطب عليه ولكن الببغاء هجم عليه وخنقو بمنديل حتى طاح وسخف، وخدا السوارس ومشى فتح بيهم الباب. في هذا الوقت بلو كيحاول ينعس ولكن صداع جول ما خلاهش، قالت لي انا ما بغيتش نعيش في قفص حياتي كلها بحالك، فجاوبها باللي هو غادي يبقى هنا حتى الصباح باش تجي ليندا وديه. قالت ليه جول انت كتفضل تعيش مع انسان على انك تعيش مع واحد من نوعك، فقال ليها ليندا تهلات فيا ورباتني لمده 15 عام، اما اللي مفصيلتي كانت غادي تخنقني في 15 ثانيه. شويات فتح الباب ودخل شي دري وخطفهم بجوج، اما ليندا وتوليو فقالتين كيتعشاو على برا وشكرها حيت قبلات العراضه ديالو وقبلات تجيب الببغاء ديالها لعندو. سولها على الطائر المفضل ديالها، فقالت ليه اكيد الببغاء الازرق. هو قال ليها انا كتعجبني البومه المنقطه. شويه جا تليفون من المحميه كيقولوا له بلي الطيور تخطفوا. وغير مشاو بقات ليندا كتبكي وكتغوت عليه حيت هو السبب. نمشيو عند بلو وجول اللي كتحاول تهرب ولكن ما قدراتش، وقالت لبلو يدير راسو ميت. شويه حتى بان لينا الدري اللي خاطفهم وسميتو فرناندو، وخداهم لواحد سميتو مارسيلو وعطاه الفلوس، ولكن تعصب عليه فرناندو حيت عطاه غير نص الثمن اللي اتفقوا عليه. وفاش مارسيلو فتح عليهم القفص لقاهم ميتين وتعصب على الدري، شد بلو وهزو باش يوريه باللي جايب ليه طيور ميته، وهنا بلو عضو في صبعو طار. وفاش كان علاين يخرج شدوا الببغاء الابيض ورجعوا للقفص. هنا عرفنا باللي هاد الببغاء خدام معاهم وسميتو نايش، وهو اللي قال لهم باللي هاد الببغاوات غادي يجيبوا لهم فلوس كثيره. من بعد ربطوا لهم رجلهم بسنسله ودخلهم فرناندو لواحد البيت فيه طيور ثانيين محبوسين حتى هما. وفاش خرج فرناندو حس بالذنب عليهم، اما مارسيلو فامر الخدامه ديالو باش يوجدوهم حيت غدا غادي يمشيو بهم للمطار. نمشيو عند جول الفرفاره اللي مازال كتحاول تهرب
تهرب. تما بلوف تاني يقدر يفتح القفص حيث مولف عليه مع ليندا، وفاش طارت جول عطلها بلو حيث مازال ما كيعرف يطير، وبقاو هربانين واتباع مارسيلو تابعينهم وكينقزوا من سطح لسطح، وحتى نايش كان تابعهم، ولكن قدروا يدخلوا لواحد الغابه وتخباو عليه فيها. وهما داخلين كيقلبوا على فين يتخباو، كان بلو خايف بزاف، لقاو واحد الدار وقال ليها راه ممكن نبقاو فيها حتى للصباح. اما ليندا مسكينه كانت كتدور في الشوارع وكتفرق تصويرتها مع بلو، وفاش شافها فرناندو مشى عندها وراها ريشه من بلو وقال ليها انا غادي نوريك فين كاين. مارسيلو كان مازال ما فهمش كيفاش الطيور قدروا يهربوا ليهم وهما مسنسلين، وقال لرجالو مازال تبعاكم الخدمه وخاصكم تديو الطيور الثانيين للمطار اليوم، وقال نايش يمشي يقلب على اللي هربوا. نرجعوا عند بلو وجول اللي باغين يهرسوا السنسله اللي ربطاهم بجوج، ولكن ما قدروش، جاو عندهم طيور صغار وبداو كيلعبوا معاهم. شويه خرج باين هاد الطيور من العش ديالو وطلباتو جول يعاونهم يفكوا السنسله، قال ليها غادي نديكم للمهرجان تما غادي يلقاو اللي يعاونهم. وفاش بداو كيتمشاو طائر رافائيل قال ليهم باللي المشي ما يمكنش تقدروا توصلوا به دغيا للمهرجان. اما نايش وصل للمهرجان قبل منهم وهضر مع واحد المجموعه من القروده كتشفر باش يعاونوه يلقى هادوك الجوج طيور، ولكن الزعيم ديالهم ما بغاش. نايش تعصب بزاف وهزوا حتى للسما الفوق ولاحوا، وفاش كان علاين يوصل للارض شدوا وهكا خلاهم يخافوا منه وقبلوا العرض ديالو. نرجعوا عند رافائيل اللي كيحاول يشرح البلو كيفاش يطير، وقال ليه بقى في جنب جول وغير طارت ما قدرش هو يطير، وطاحوا على واحد الطياره شراعيه وكانت هذه اول تجربه ليه في الطيران. عجبوا الحال بزاف وزعم باش يطير، ولكن طاح هو وجول في البحر على الرمله. خرجوا ومشاو ركبوا في واحد الطوموبيل هزت ديسير في طريقها للمهرجان، وغير وصلوا رافائيل سول واحد جوج طيور على صاحبو لويس وقالوا ليه راه مشى للكراج. في هذا الوقت القروده شافوهم وقالوا هالزعيم ديالهم. اما بلو وجول دخلوا مع رافائيل لواحد البلاصه فيها صحابو محتفلين وكيرقصوا. بلو تحمس بزاف وبدا كيشطح مع جول اللي بدات كتغني وعجبو بزاف صوتها. في هذه اللحظه دخلوا عليهم القرود وكانوا علاين يخطفوهم، ولكن جمعوا عليهم الطيور الثانيين وما خلاوهمش. هنا جا واحد الطير وهزهم هربهم. ليندا وتوليو وصلوا مع فرناندو للبلاصه اللي كان فيهم الطيور وما لقاوهمش، وهنا عرف باللي مارسيلو ضحك عليه وقال ليندا متاكد كانوا هنا حيت هو اللي سرقهم. شويه دخلوا الاتباع ديال مارسيلو وتخبعوا منهم من غير فرناندو اللي سولهم على اللباس ديالهم، وقالوا ليه غادي نمشيو للمهرجان نستغلوا الاحتفال ونهربوا الطيور لتما. فاقترح عليهم يمشي معاهم وشدوا الطريق. ليندا وتوليو بغاو يتبعوهم، ولكن توليو ما كيعرفش يسوق الموتور وليندا هي اللي ساقت وبغات غير امتى توصل للبلو. اما نايش فاش جاو لقى القروده خلات الببغاوات يهربوا ضربهم وهز واحد الطير صغير وسولو على فين مشاو، وحيت داك الطير تخلع بزاف قال له راه غادي يمشيو عند لويس. رافائيل وصل للكراج ديال لويس مع الببغاوات اللي هجم عليهم كلب كبير وكيخلع، ولكن كان غير كيضحك معاهم حيت هو لويس صاحب رافائيل اللي قال له جينا باش تفكهم من السنسله اللي رابطاهم. لويس خدم المنشار باش يقطعها، ولكن جول خافت بزاف وطارت، وقبل ما يطيحوا شدهم لويس وبدا اللعاب ديالو كيطيح على السنسله وتسلتو رجليهم منها. جول فرحات بزاف حيت اخيرا ولات حره وطارت في السماء وهي فرحانه، وبلو وقف كيشوف فيهم وهو حزين حيت ما كيقدرش يطير بحالهم. وفاش كان غادي جات عنده جول وقالت له فين غادي، قال ليها ياك اتفقنا كل واحد يرجع لبلاصتو من بعد ما نتفكوا. فجاوباته بغيتي تمشي غير حيت ما كتعرفش تطير. جا رافائيل باش يشوف شنو واقع. بلو تعصب وقال ليهم انا اصلا ما حملتش الغنى ديالكم وما بغيتش نكون هنا. جول تقلقات وطارت وهي كتبكي. تما جا نايش وشدها. صحاب رافائيل شافوا الليطره وتما مشاو قالوها ليه. بلو حس بالذنب وقال هو السبب وقرر يمشي باش يعتقها منهم. نمشيو عند الرجال ديال مارسيلو اللي وصلوا للمهرجان وبداو العرض ديالهم اللي غادي يستغلوه باش يهربوا الطيور، وحتى ليندا وصلات هي وتوليو وتنكروا في اللباس ديال الببغاوات. اما مارسيلو فدايز من وسط المهرجان بالطوموبيل ديالو هو وفرناندو والاتباع ديالو، والطيور محبوسه لتحت واللي كانت منهم جول. بلو رافائيل وصحابو وصلوا حتى هما وبداو كيقلبوا. تما بلو شاف ليندا وهي فرحات بزاف، ولكن ما قدرش يمشي عندها حتى يخرج جول عاد يرجع ليه. وفاش وصل الطوموبيل ودخل باش يخرجها شدو نايش هو ورافائيل وصحابهم
وفاش علموا مارسيلو فرح بزاف حيت اخيرا رجعوا له الطيور وشد الطريق لجهه المطار. وغير وصلوا بداو كيخرجوا القفوصه. فرناندو استغل الفرصه وبغى يفتح عليهم ولكن حصلوا مارسيلو وشدو فعضوا في يدو وهرب. اما ليندا وصلت عليهم وهي سايقه الموكب حاولت توقف الطياره ولكن ما قدراتش وبدات كتبكي حيت ما قدراتش تنقذ له اللي في هذه اللحظه كيحاول يهرب. واستغل طفايه الحريق وقدر يفتح القفص بيها وحرر جول وصحابهم اللي حلوا على كاع الطيور. وفاش فتحوا الباب الانذار خدم. مارسيلو اتباعه ما قدروا يديروا والو حيت فات الحال وكاع الطيور هربات الا بلو اللي ما قدرش يطير. جول قالت له غادي نعاونك ولكن جا نايش وضربها فطاح عليها القفص وهرس ليها جناحها وبقى واقف على بلو كيقج فيه اللي شد الصمته ديال الطفايه وربطها له مع رجله وخلاه طار وخرج من الطياره وجا وسط الموتور ديالها وخسرات. مارسيلو حس بالخطر فخدا الباراشيت هو واتباعه ونقزه. الطياره مالت وطاحت منها جول وهي جناحها مهرس وما قدراتش تطير. بلو بلا ما يفكر نقز من وراها وشدها وخا ما كيعرفش يطير. وفاش كانوا علاين يطيحوا في البحر فتح جناحه وقدر يطير لاول مره وكانت جول فرحانه به بزاف وبقى طاير حتى وصل لعند ليندا ففرحات بزاف حيت شافته كيطير. وتوليو داوى جول حتى رجعت كطير. من بعد بلو وجول عاشوا مع بعضياتهم ولدوا ثلاثة ديال الببغاوات صغار وعاشوا فرحانين. كيبدا الفيلم ديالنا في البرازيل مع جول وبلو اللي كيشطحوا وفرحانين مع الطيور في الحفله. اما ولادهم كبروا شويه وكانوا كيلعبوا في الغابه مع واحد الطير رابطينه في واحد الصاروخ وقبل ما يشعلوه ويطيروه جابلو قال ليهم يردوا بالهم من الخطر حيت هما اخر ببغاوات من الفصيله ديالهم وما بغاوش نوعهم ينقرض. اما ليندا وتوليو مشاو لغابه الامازون حروا واحد الطير ورجعوه لعائلته. هو بدا كينبههم من شي خطر ولكن هما ما فهموش اش بغى يقول ليهم حتى وصلوا للحافه ديال الشلال وطاح بهم الباطو وتهرس كله. من بعد خرجوا كيستكشفوا البلاصه وداز عليهم واحد الطير زرق وطاحت منه ريشه. غير شافوه فرحوا بزاف حيت كان كيحسب ليهم بلي هاد الفصيله انقرضت وبقى منها غير بلو وجول وولادهم اللي خلاوهم في الدار وكانوا كيتفرجوا حتى جات الاخبار وفيها ليندا وتوليو وكيقولوا بلي لقاو ببغاوات من نفس نوعهم في غابه الامازون ولكن مازال ما عرفوا بلاصتهم بالتحديد. جول فرحات بزاف حيت مازال كاين بحالهم وقالت البلو يمشيوا لهاد الغابه ويتلاقاو بهم يعاونوهم يلقاو هاد الببغاوات. بلو كان خايف وما بغاش في الاول ولكن ولادو بقاو كيرغبوه فما قدرش يخسر ليهم. الغد ليه في الصباح بداو كيجمعوا حوايجهم. بلو خدا معاه الجي بي اس باش يعرف البلاصه ديال ليندا وتوليو وفاش شافهم رافائيل وصحابو قرروا يمشيوا معاهم حتى هما باش يكتشفوا الغابه. شدوا الطريق وهما فرحانين بزاف وبالاخص جول وبلو ولادهم. ومنين كانوا طايرين دازوا على واحد السوق اللي كان فيه الببغاء نايش اللي مازال عايش وما ماتش خدام مع واحد السيد هو واحد الضفدعه مسمومه وواحد الحيوان سميتو اكل النمل وكانت خدمته يدير عروض للناس بحال الحلقه. تما شافهم طايرين من فوقه وهو يتفكر بلو نهار تسبب له في هذيك الحادثه وخلاه ما يبقاش قد يطير عاود. تعصب بزاف وضرب السيد اللي مخدمه وفتح للضفدعه هي واكل النمل وهربوا من تما. نمشيو عند الطيور ديالنا اللي ركبوا في واحد الباطو شاد طريق وسط البحر. جول شكرات بلو حيت وافق يخليهم يجيو لهنا وهو قال ليها هادشي عادي راكي مرتي. الغد ليه شدوا الطريق وسط الغابات وكان نايش وصحابو تابعينهم من اللور. في وسط الواد كنشوفوا واحد المركب فيه واحد المجموعه ديال الناس وباين في الرئيس ديالهم شرير. قال للمساعد ديالو خاصهم ضروري يوصلوا ليندا وتوليو ويقتلوهم قبل ما هما يوصلوا ليهم ويعرفوهم كيقطعوا الشجر خارج القانون ويوصل هاد شي العالم كله. الطيور ديالنا وصلوا للغابه وبلو خدم الجي بي اس باش يعرف بلاصه ليندا وتوليو اللي كانوا غير حداهم ولكن ما شافوهمش. شويه احتاجت مجموعه ديال الطيور وخطفوهم كاملين. فاش وقفوا خرجوا بزاف ديال الببغاوات زرقين. غير شافوهم فرحوا بزاف حيت لقاوهم. شويه خرج الزعيم ديالهم وقصد بلو وهو معصب وسولو علاش جيتو لهنا. جول دخلات باش تدافع عليه حتى لقات راسها قدام باها ماشي الزعيم. هو فرح بزاف حيت كان فقد الامل وعند بالو بنته ماتت فاش تحرقت الغابه. تعانقوا وفرحوا بزاف ببعضياتهم وعرفاتو على بلو وقالت له هو اللي قدر يعتقني ودابا تزوجنا. وزاد فرح اكثر فاش عرف راسو ولا جد لثلاثه ديال الببغاوات صغيورين. من بعد خداهم دورهم في المنطقه ديالهم وقال ليهم بقينا كل مره كنهربوا من الناس اللي كتقطع الشجر وكتصيد الطيور حتى وصلنا لهنا. وخداهم لعند الطيور التانيين وعرفهم عليهم. داك الساعه جا عندهم واحد الببغاء زوين سميتو روبرتو
فقال لها باها راه كنتو صحاب فاش كنتو صغار. روبرتو طلب من بلو ياخذ جول باش يدورها في المنطقة اكثر، وقبل ما يرفض بلو هما طاروا في السماء كيغنيو ويشطحوا في المجموعة من غير بلو اللي ما عجبوش الحال، حيث مرتو رقصات مع واحد اخر من غيره. نايش وصحابو بقاو شادين الطريق وسط الغابة حتى قدروا يلقاو الطيور الزرقاء فين عايشة. اما روبرتو فخد العائلة ديال جول لدارو وعرض عليهم يبقاو معاه فيها، عجباتهم بزاف حيث كانت زوينة وفيها حتى الجاكوزي. فاش طاح الليل مشات جول لعند بلو وعاود شكراتو حيت بسبابه قدرت تلاقى باها وصحابها، وعنقاته ونعسات. الغد ليه في الصباح جاب باين جول وخدا بلو باش يعلمو كيفاش كيعيشو في الغابة، وقال له يحط الشنطة ديالو حيت ما كيستعملوش شي حاجة من الأدوات ديال البشر. وفعلا طارو ومشاو، وأول حاجة علمها ليه هي كيفاش يبدل لونو بالطين باش ما يصيدوهش البشر إلا شافوه، وعلمو كيفاش يقدر يفلت من التماسيح اللي في النهر. من بعد خداه باش يوريه الشجرة اللي كيجمعو منها الفاكهة. شوية احتاجت واحد المجموعة من الببغاوات الحمرين وكانت ضاسرة شوية، جرى عليهم باين جول وقال له ما خاصناش ناكلو من الشجرة ديال اللوز ديالهم، وحتى هما ما خصهمش ياكلو من الشجر ديالنا، وإلا تخالفات هاد القوانين غادي تنوض الحرب بيناتنا. نمشيو عند توليو وليندا اللي مازال كيقلبوا على الطيور حتى تصادفوا مع هادوك الرجال اللي كيقطعوا في الشجر. فجات ليندا تهضر وتمنعهم يديروا هكا، جاوا من وراها الاخرين وشدوها هي وتوليو وربطوهم في واحد الشجرة. اما نايش وصحابو كان خطط كيفاش يصفيها البلو، وقال ليهم غادي ناخدو شوكة من القنفود ونحطو عليها السم من الضفدعة ونضربو بها بلو، هكا غادي نساليو معاه. نرجعو عند بلو اللي قال لجول بلي خاصهم يخرجوا يقلبوا على ليندا وتوليو. جول ما بغاتش وقالت ليه بابا غادي يتعصب الى البشر عرفوا بلاصتهم، وقالت ليه من الاحسن هاد المنطقة تبقى سرية باش تبقى الفصيلة محمية. طاح الليل وغير نعسات جول بلو قرر يخرج يقلب ليها على اللوز ويهديه ليها باش تفرح. شد الطريق ولكن ما قدرش يلقى الشجرة ديال اللوز، شوية خرجوا له واحد جوج ديال القرودة وخداو له الشنطة ديالو اللي فيها الجي بي اس وهربوا. بقى تابعهم حتى شدهم وخدا الشنطة ديالو من عندهم، تما لقى راسو في وسط الشجرة ديال اللوز، فرح بزاف حيت قدر يلقاها. وغير بدا يقطع في اللوز داروا به الببغاوات الحمر وقالوا ليه علنتي الحرب علينا حيت ما احترمتيش القوانين اللي حاطين. فمشى طاير لعند نسيبو وقال له على اللي طرا، تعصب عليه بزاف ولكن دفعات عليه جول. شويه حتى تجمعوا الببغاوات الزرق والحمر كلهم وبدات الحرب اللي كانت على شكل مسابقه، واللي يربح فيهم غادي ياخذ الشجر ديال الاخر، وهذا الشيء غادي يخلي النوع الخاسر ما عندوش منين ياكل. بدات المسابقه وقدرات الببغاوات الحمرين تزرب على الزرق. بلو تحمس بزاف وقال لنسيبو يخليه يشارك حتى هو. في الاول ما بغاش ولكن قدر يقنعه، وغير دخل كان متفوق بزاف عليهم وقدر يشد الكرة، وفاش سجل البيت كان هذاك هو بيت خسارتهم ماشي رباحهم، وهكا هو السبب 100% في خسارتهم الشجر اللي كياكلوا منه المجموعة كلها. كلشي تقلق منه وحزنوا على الشجر ديالهم. جول مشات باش تواسيه فقال ليها خلينا نرجعوا نعيشوا مع ليندا كيف كنا احسن من هنا. جاوباتو انت غير اناني وكتفكر غير في راسك، ومشات وخلاته حتى هو طار ومشى. وفاش شافته طار يحسب ليها تخلى عليهم، ولكن هو كان نيتو غير يرجع الشنطة للخيمة ديال ليندا ويودعهم حيت اختار يعيش مع مراته وولادو ونوعه. وهو كيودع في الخيمة دخل عليه روبرتو وهجم عليه حيت حسابه خائن وبغى يخلي البشر يعرفوا بلاصتهم. وهما مضاربين جاو الرجال بالتراكس ديالهم كيدمروا في الغابة، وفاش كانوا علاين يدوزوا على روبرتو اعتقوا بلو وقال له يمشي يعلم الباقي بالخطر اللي قريب ليهم، وهو غادي يقلب على ليندا وتوليو باش يعاونهم. ليندا وتوليو مساكن مازال كيحاولوا يفكوا الحبل ولكن ما قدروش، حتى شافت ليندا بلو وعيطات ليه فهبط عندهم وقدر يفكهم. في هذا الوقت كان روبرتو وصل وقال للزعيم على اللي طرا وباللي بلو نقد حياته اللي كانت غادي تسالي. الزعيم قال للطيور كلها توجد راسها وتهرب قبل ما يوصلوا عليهم. اما بلو حاول ياخذ السوارت من وحده من هذوك التراكسات حتى كيتفاجئ بالعدد الكبير ديالهم، واكيد ما غاديش يقدر عليهم كاملين. مشى لعند الطيور وقال ليهم خاصكم توقفوا في وجههم وتدافعوا على بيوتكم حيت ما عمرهم غادي يخليوكم فرحتكم وغادي يقتلوكم كلكم في واحد النهار. وفعلا قدر يقنعهم وخدا الفصيلة كلها ومشاو هجموا على العمال وسرقوا السوارت وبداو كيخسروا في المعدات كلها، وكان حتى توليو وليندا كيعاونوهم. تما جات الفصيلة ديال الببغاوات الحمراء وبداو كيضربوا فيهم بالفاكهة، وجاو الحيوانات كلها وبدات حتى هي كتهاجم حتى هربوا العمال كلهم، وبقى غير الزعيم ديالهم اللي خدا القنابل ودورهم في الشجر كله باش يحرق الغابة. بلو مشى كيجري خدا القنابل
وطار بيها. تما لقى نايش لاصق وراه، فرمى القنابل وتفرقعات في السماء وخلات كل شيء يتصدم. اما بلو فاش فاق لقى راسو معلق في واحد الشجره هو ونايش. جات الضفدعه هي واكل النمل، وغير شافت بلو رمات عليه سمها، ولكن جا في نايش وبالخلعه طاح، وهي عند بالها قتلاته فحزنات وانتحرت حتى هي بسمها حداه. كان كل شيء كيتفرج في داك الشيء اللي طاري، وبنت بلو قالت ليها غير فيقي راه مازال عايش وانتي ما مسموماش. وغير فاقت فرحات بزاف حيت ما قتلاتوش، وجات واحد الفعه كبيره وكلات الرجل الشرير، وهكا تهناو منه في خطره. الطيور والحيوانات كلهم شكروا بلو حيت نقدهم من الدمار ديال الغابه، وقرر يعيش هو وعائلته وفصيلته في الغابات وكملوا حياتهم فرحانين. وقبل ما نقول لكم الفيلم ديالنا سالا، غادي نطلب منكم تدخلوا عندي للفيسبوك، غنخلي لكم الرابط في الوصف. وفي اول تعليق راه كنحط الملخصات في نفس الوقت مع اليوتيوب لصحاب نجمة 6. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.